السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم طلابي سنة ستة؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة ان شاء الله هنبدأ الوحدة التانية بإذن الله، اللي هي يونت 7، اسمها ايه؟ زو انيمالز اسكيب. يلا ورايا كده يا بنات، زو انيمالز اسكيب يعني هروب حيوانات الحديقة. تمام، تعالوا بقى نشوف الكونفرزيشن بتاعتنا والكلمات بتاعتنا عندنا، هقول وانتوا ردوا ورايا. ماشي يا عبد الله؟ يلا معايا. emergency garden zoo woman street nurse I operator address should take care of kitchen nervous angry noisy بلكوني now because. طيب تعالوا نترجم الكلمات ونشوف معناها ايه بالعربي. emergency يعني حالة طوارئ، حالة طوارئ. تمام. طيب wild يعني متوحش او غير اليف او بري. يعني ايه يا مس؟ يعني حيوان ما ينفعش اربيه في البيت، زي الاسد، زي النمر، زي الفهد، الحاجات دي ما ينفعش اربيها في البيت. تمام، فهي اسمها وايلد. لكن لو حيوان اليف زي القطه، الكلب، مش عارفه ايه، بربيها في البيت اسمها بات. تمام. طيب عندنا هنا البيرنس الوالدين، اوفيسر يعني ضابط شرطه، ستي كالم لما حد يكون خايف او قلقان اقول له ايه؟ ستي كالم يعني خليك هادي. طيب ليتل صغير، انيمالز حيوانات عارفينها، هيلب ساعدني، او النجده لما يجي وراك اكسكليميشن مارك علامه التعجب دي معناها ساعدني او النجده، لكن هيلب الفعل العادي معناها ايه؟ يساعد. طيب something معناها شيء ما، garden وزو، ايه الفرق ما بين garden وزو؟ garden دي الحديقة بتاع البيت. تمام، لو انا عندي بيت هعمله garden، هعمله حديقة. اما الزو دي حديقة الحيوانات. تمام، زي مثلا حديقة الحيوانات اللي في الجيزة اللي فيها كل انواع الحيوانات، فدي اسمها زو. تمام. طيب woman يعني سيدة، street شارع، نيرس ممرضة، عين اوبريتور عامل الهاتف. يعني انا مثلا لو بتصل بخدمة العملاء اللي بيرد عليا ده اسمه اوبريتور. يعني ايه اوبريتور؟ عامل الهاتف، هو متخصص ان هو يرد على الناس. تمام. طيب هنا ادريس يعني عنوان، وكلمة ادريس الدي انطقها مرة واحدة والاس برضو انطقها مرة واحدة، خلاص يعني ما اقولش ادد ريسس، لا غلط. فلو عندي حرفين دبل الاثنين ورا بعض بنطقهم مره واحده. طيب شود، ال معانا سايلنت فبقول شود، وش جت منين؟ الاس مع الاتش. طيب تيك كير اوف ده تعبير على بعضه، لازم يجي كله مع بعض يبقى تيك كير اوف يعني يعتني بيه. كيتشن مطبخ، وقلنا الاتش السي مع الاتش. طيب ونيرفوس يعني عصبي، angry غضبان، noisy يعني في ضوضاء كثيره، بلكوني اللي هي البلكونه، والسي هنا نطقناها ك. تمام، وناو الان، وبيكوز يعني لان. خلاص تعالوا بقى نشوف الصفحه الثانيه. هنا دلوقتي معانا ايه؟ التصريفات الافعال. عندنا افعال منتظمه وافعال غير منتظمه. الافعال المنتظمه بضيف لها اي دي، خلاص بضيف لها ايه؟ اي دي. شايفين معانا؟ يعني كلمه اسكيب او بحط لها يا دي يا اي دي يا اي دي، اللي عليه كل دي والاي دي، اما الاي دي مش كتيره. طيب معنا اسكيب هنا اخرها اي، فحط لها دي ولا اي دي؟ دي بس، خلاص. طيب stayed cold. طيب اما بقى الغير منتظم ما ينفعش احط له لا دي ولا اي دي ولا اي دي، احنا بنغير الكلمه تماما. زي كلمه think صوت، think ورايا يلا، think صوت، take care talk
كير تيك كير توك كير سند سنت سند سنت يبقى انا حولت دي لتي بقت في الماضي. تعالوا نشوف الاكسرسايز كده على الفوكاب ونشوف هتعرف تحلوها ولا ايه. اول واحده سينما ستريت كيتشن موندي سينما اكسلنت يا عبد الله. يبقى هنقول ايه نطلع كلمه موندي تمام. ليه بقى؟ لان انا عندي كلمه سينما سينما دي مكان وستريت يعني شارع مكان برضو وكيتشن مطبخ ده المكان نحط جدع يا رحيم هوم او انيمالز لا ما ينفعش انيمالز لان انيمالز دي حيوانات ينفع زو سكول عادي شغال ها. طيب عندنا بعد كده سينما بانك ووك زوم ووك اكسلنت يا عبد الرحمن عشان كلهم اماكن اه. طيب نحط ايه المكان school. سكول بانك اي اللي انتوا عايزينه اي كلمه انتوا حافظينها اكتبوها بانك. طيب هي بانك محطوطه احنا ما شفناهاش فما ينفعش نحط بانك ما ينفعش نحط كلمه هي عندي فنحط مثلا منزل هاوس خلاص. طيب يلا اللي بعدها هابي يعني ايه هابي سعيد. يلا رقم 3 بيقولي هابي يعني ايه هابي سعيد. كول هادي الكلمه الجديده اللي معانا نيرفز عصبي هنقول انت متنرفز كده ليه ما كلمه متنرفز دي جايه من نيرفز يعني عصبي. طيب سادلي يعني بحزن مين بقى المختلف اكسلنت يا عبد الله. طب نحط صفه ايه الصفه اللي ممكن نحطها ها اي صفه إيه طويل قصير مش عارفه طول حزين طول. سعيد طول يلا حط طول سهل او ساد او ساد. طيب تيتشر اه ماشي. طيب تيتشر روم نيرس دكتور سهله دي روم روم يا مفيش غير عبد الله هيجاوب معانا ولا ايه ها ما هنحط ايه مكانها فيت فيت جدع يا رحي او ظابط اللي هي او ظابط اوفيسر. طيب فادر اوبريتور سيستر ماذر اوبريتور لانه اه معلش اوبريتور اه لانه كلهم ايه من العائله فنحط ايه دكتور نحط براذر ايه يا رحي تمام. بنحط حاجة من أعضاء الفاميلي ممبرز اللي هم من العيلة جراند ماذر جراند ما أي حد تمام اللي انتوا حافظينه هنكتبه. تعالوا بقى نشوف ات هوم بيقول لي المحادثة بتاعتي بقى نشوف ايه اللي هي عندنا الكاركترز الشخصيات عندي أحمد والأوبريتور والأوفيسر وهدى. طب موضوع المحادثة عن ايه؟ بيقول لي in today's conversation في محادثة النهاردة أحمد is at home with his sister هدى. أحمد في البيت مع أخته هدى تمام؟ طيب his parents are at the cinema وبابا ومامته فين؟ في السينما. There is something wrong in the garden and he is calling for help. بيقول لقى حاجة غريبة في الجاردن في الحديقة فهو بدأ يكلم الايه؟ النجدة. تعالوا بقى نشوف ايه اللي بيحصل. يلا ورايا عشان اخليكم تقروا المحادثه ما بين اوبريتور واحمد وفي الاخر خالص هتدخل معاهم هدى. يعني انا بكلم هو بيكلم مين 122 اللي هم حاله الطوارئ. فالمحادثه ما بين الاوبريتور فبيقول ايه يا الرقم يا اما اقرا رقم رقم يا اما انطقه كله على بعضه خلاص يا اما اقول 122 او 122 براحتكم. طبعا انا بقى سهل عليكم انتوا تنطقوا رقم رقم 122 تمام. يلا معايا what's the emergency what's the emergency what's the emergency what's the emergency 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 نقوله ايه help help there is something there is something in my garden in my garden what is it what is it I think تاني هما مرتين واربعة I think it's a wild animal it's a wild animal I can see it's eyes it's eyes what's your name and address Ahmed Sami 49 Salem Street are your parents home no they went to the cinema I am taking care of my little sister what should I do
Stay calls. Stay calm. I am sending. I am sending. An officer now. An officer now. Is this? Is this? The wild animal. The wild animal. Sorry, officer. Sorry, officer. I'll take him. I'll take him. Oh, my dog. Oh my dog. تعالوا بقى نشوفها كده في الصور عشان تعرفوا ايه المحادثة بتتكلم عن ايه. هو هنا احمد اتصل بالطوارئ فهي بتقوله معاك 122. ايه الطوارئ اللي عندك؟ ايه حالة الطوارئ؟ في ايه عندك؟ ما انا بكلم الطوارئ لما يكون في حاجة خطر في البيت، تمام؟ في حاجة خطر مش عارفة هنا فبكلم الطوارئ. فقالت له ايه الحالة الطارئة اللي عندك؟ فقال لها ساعديني، ده في حاجة غريبة في الجاردن، في الحديقة بتاعتي. فقالت له وات از ات؟ ايه هو؟ قال لها اي ثينك طبعا شايفين الصورة، هو شايف حاجة سودة ولها عينين، فهو مش عارف ايه ده. فقال لها اعتقد هو مش عارف ايه فبيخمن. فقال لها اتس ا ويلد انيمال، ده حيوان مفترس. اي كان سي اتس ايز. قال لها ده انا شايف ايه؟ عينيه. فقالت له ايه هو اسمك وايه عنوانك عشان تبعت له حد بقى، تبعت له الاوفيسر. فقال لها اسمي احمد سامي وساكن في 49 شارع السلام، تمام؟ له الصفحه كده معايا. فهنا قالت له ايه؟ ار يور بيرنتس هوم؟ فهي بتقول له هل بابا وماما موجودين في البيت؟ فراح قال لها نو ذي وانت تو ذا سينما، هم راحوا السينما، وانا ام تيكينج كير اوف ماي ليتل سيستر، وانا قاعد ايه بعتني باختي الصغيره. يعني بابا ومامته راحوا السينما وهو قاعد بيعتني باخته الايه الصغيره. فبتقول له باباك ومامتك في البيت؟ فقال لها لا، ده دول راحوا الايه السينما وانا بعتني باختي الصغيره، يعني باخد بالي من اختي الصغيره. فراح قال لها وات شود اي دو، اعمل ايه؟ فقالت له ستي كولم، يعني خليك هادي، ام سيندينج ان اوفيسر ناو، وهبعت لك ضابط شرطه دلوقتي. فضابط الشرطه راح له البيت فقال له ايه؟ از ذيس وايلد انيمال؟ مسكه بقى طلع ايه؟ كلب. تمام. فقال له هو ده الحيوان المفترس؟ قال له سوري اوفيسر، فتاسف له طبعا. فقال له ايل تيك هيم، انا هاخده. واخته الصغيره قالت له اوه ماي دوج، ده الكلب ايه بتاعي. تمام. طيب مين هيقرا معايا المحادثه؟ يلا كل واحد يمسك مربع كده ويقرا. يلا يا عبد الله ابدا. ها قلنا الرقم، يا اما اقول 122 او 122. يلا 122. واتس ذا؟ الكلمة الجديدة ده معنى ده حالة الطوارئ emergency، قطعوها كده emergency. ها health. ايوه there is something in my garden. يلا يا عبد الرحمن. What is it? I think it's a wild animal. An animal. Can see its eyes. يلا ارحب. What's your name, address? احمد سامي 49 السلام ستريت. تمام. يلا يا جم. What's your name؟ خلاص دي رحاب قريتها، خليك انت في اللي تحتها. Are your parents home? No, they want to went مش want went went to the cinema. Taking care of my little sister. يلا يا حسين. What should I do؟ ايوه ها stay calm. التعبير بتاع النهارده stay calm. ها am ها sending an officer now. ها الاخير بقى له is this a wild animal؟ قال له sorry officer I'll take him. oh my dog. طيب تعالوا بقى نشوف هنا بيقول لي ايه. اكسرسايز اون لانجويج فانكشن، بيقول لي بتاع ده اكسرسايز تمرين على اللانجويج فانكشن احنا خدناها دلوقتي. تمام. هتحلوا انتوا لوحدكم ولا اقرا وانتوا تشوفوا الكلمه الناقصه؟ طيب هجيب انا النص من ورا وانتوا اقروها لحد ما اطلع النص، بحيث اي كلمه انا نطقتها ناقصه كملوها. انا هقرا النص من ورا وانتوا شوفوا ايه الكلمه الناقصه، ولو وقفت عند الكلمه قولوا لي ستوب وكملوها انتوا عشان تلحقوا تكتبوها. فعند الاوبريتور وعادل بيقولوا ايه 1 2 2 واتس ذا ايمرجنسي. تمام. ها معايا هيلب
there is something in my garden. My garden. Garden. Okay. طيب هو كاتب my يبقى انتوا هتكتبوا garden. ها. What is it? في حاجة ناقصة؟ What. يلا. ها. I think it is a wild animal. في حاجة ناقصة؟ Wild. ال و اول ما اقول و يبقى W على طول. What's your name and address؟ في حاجه ناقصه؟ Your and address. What's your name and name. اوكي احمد عادل فوزي 51 احمد سامي ستريت. خلاص في حاجه ناقصه؟ طيب يبقى اول كلمه ملوني كده يبقى الكلمه الاولى اللي كانت ناقصه garden. اوكي what what ها wild name وكلمة name. خلاص طيب تعالوا بقى نشوف الامتحان هنا ورا هنا برضو اقروا دول عشان برضو نقراهم نسأل مع بعض تمام. فانت شوفوا انا هنطق انه واحدة منهم. انا عندي هنا اول واحدة فيها جملتين في A و B فانتوا هتشوفوا انا نطقت الA ولا الB. سهل الليسن بس تقروا الاول قبل المس او المستر ما يدخلوا الامتحان يقروا تمام بحيث ان هم اول ما ينطقوا الجمله اللي انا قريتها خلاص اعمل عليها سيركل على طول تمام. طيب اقروا لحد ما طلع اللسن. ها بيج 64 يلا اول واحده نمبر 1 بيقول what should I do stay calm بي خد يا عبد الله يلا. What is it? I think there is a wild animal in my garden. A. Excellent. ناخد عليها كلها دايرة. تمام. Number 3. What's your name and address? علي سامي 20 Ramses Street. ها. أقولها تاني. What's your name and address? A. Okay. Number 4. Are your parents home? Are your parents home? هتبقى A صح كده. تمام. تعالوا بقى نعمل الاختيارات دي. ها. بيقولوا A. We can call the police when there is A. بيقولي ممكن أكلم البوليس لما يبقى في A. ها. من هيقولها؟ لما يبقى عند بليجر سعادة ولا أوفيسر ضابط ولا إمرجنسي حالة طوارئ ولا تي في حالة طوارئ حالة طوارئ هتبقى إمرجنسي الكلمة الجديدة معانا. يلا اعملوا عليها سيركل. ها اعمل دايرة عبدالله. الكلمة الجديدة اسمها إمرجنسي حالة طوارئ يبقى أنا بكلم البوليس لما يكون في حالة طوارئ. I'm not care of my little brother. I am بعد am و is و are بختار الفيرب في ايه؟ ها لا مش المصدر نو تيكينج جدع يا عبد الرحمن يبقى تيكينج بعد ام واذ ار بختار الفيرب في اي ان جي احنا بندلها هنقول عليها ايه فتفت السكر تمام. نوت سام سينج اون ماي ديسك وات. طيب في كلمه يو جاد طب ما انا عندي مثلا قلت يو جاد حاجتين يا ذير از يا ذير ار. طيب انا عندي سام سينج شيء ما حاجه مفرد يبقى از ولا ار؟ ذير از. ذير از جدع يا عبد الله. طيب نو وات يور نيم اند ادريس ما هو واتس جدع يا رحاب. ها زي نو وات از ا وايلد انيمال خلي بالكم كلمه وايلد يعني ايه وايلد انيمال حيوان ايه مفترس. مفترس ايه بقى من الحيوانات المفترسه اللي عندكم؟ لاين الاسد. اي ثينك اتس ا وايلد انيمال اي كان سي نوت ايز لما قالها ده انا اعتقد ان هو حيوان مفترس انا شايف ايه عينيه. طيب هو عاقل ولا غير عاقل الحيوان؟ غير عاقل. يبقى المفروض اختار له ايه؟ اتس. Excellent. Sorry officer I'll not my dog. قال لها قال له ايه؟ I'll take. جدع جدع يا عبد الرحمن. ها احمد نقط at 44 السلام ستريت. احمد ايه في شارع 44 شارع السلام؟ ايه رحاب؟ ليفز الاولى تمام. طيب تعالوا بقى نقرا القطعه. تعالوا بقى نشوف الباسج بتاعتنا القطعه القرايه. بيقول لي ايه احمد سامي ليفز ات 49 السلام ستريت. بيقول لي احمد سامي بيعيش في 49 شارع السلام. One day في يوم من الايام he was at home with his little
سيستر. في يوم من الايام كان كان في البيت مع اخته الايه الصغيره منى. اسمها ايه اخته الصغيره؟ منى. بيقول لي their parents went shopping، وبابا ومامته راحوا ايه يعملوا ايه شوبينج. يعني ايه شوبينج؟ يعني ذهبوا للتسوق. احمد saw something in the garden، بيقول لي احمد شاف حاجه غريبه في الايه في الحديقه. he thought it was a wild animal، اعتقد ان هو حيوان مفترس. he called the emergency، طبعا كلم مين؟ الطوارئ، عشان مامته وبابا مش في البيت. بيقول لي the woman operator، يعني السيده اللي ردت عليه اللي هو العامله في التليفون، يعني told him to stay calm، قالت له خليك ايه هادي. she sent an officer، وبعتت له ضابط شرطه. the wild animal was Mona's cat، والحيوان المفترس ده طلع ايه؟ القطه بتاع منى. she took it and thanked the officer، خدت القطه بتاعتها وشكرت الايه الاوفيسر. تمام. في المحادثه اللي فاتت كان كلب، المره دي بيقول لي قطه. طيب there was a cat in the garden، كان في ايه في الحديقه؟ طبعا كات. طيب يلا the woman sent، السيده بعتت ايه؟ an officer. excellent. where does احمد سامي live، اين يعيش احمد سامي؟ في شارع السلام. عايزين بقى الجمله على بعضيها. يلا فور نايم احمد سامي ازاي؟ يبقى نبدا من اول سطر واقول احمد سامي ليفز ات 49 السلام ستريت، خلاص لحد النقطه. تمام. طيب انا هشد له خط عشان احنا ما عندناش وقت نكتب، فهنكتب دي نمبر 3. طيب نمبر 4 بيقول لي هو ثانك ذا اوفيسر، مين اللي شكر الاوفيسر ضابط الشرطه؟ مين اللي شكره؟ منى. منى ولا احمد؟ احمد. طب تعالوا شوفوا كده، بيقول لي شي توك ات اند ثانكد ذا اوفيسر، هي اخذت القطه وشكرت منى. يبقى مين؟ منى. يبقى هنكتب هنا منى. تمام. اخر واحده بس منى بس. هو بيسال بيقول هو من، فهنكتب له منى. طيب مين هيبدا يعمل الري ارينج ده؟ ها يلا يا جنى. واتس اوكي your excellent name address قالت له what's your name and address، ايه هو عنوانك وهو ايه هو اسمك وعنوانك. اه مين هيترجم؟ يلا يا رحاب كده. the woman okay. هات الفعل، فين الفعل؟ اخر واحده كلمه no. بيقول لي احمد وذا وومن وستاي وتو وتولد وكول، هي عبد الله ايه ذا وومن ستاي؟ لا ذا وومن ذا وومن تولد تولد. اكسلنت. يعني السيده اخبرت مين؟ احمد. ها قالت له ايه بقى؟ كون هادي يعني ايه؟ تو. ايوه تو كلو نو تو ستاي ستاي كولم. يعني ايه ستاي كولم؟ يعني يكون هادي. خليكم وخلي بالكم من التعبيرات الجديده دي. طيب البانك تويت ذا فولوينج سنتنس، بيقول لي اعمل بانك تويت، بيقول لي اي كانت سي ذا كاتس ايز، ايه اللي هيتعمل في الجمله؟ الاي. الاي اوكي. نقطة تحتها شرطتين. فيها حاجه تانية في الجمله تتعمل؟ اه فيها ابوستروف بعد الكانت. اه ممتازه يا رحاب، فيها ابوستروف في اخر. خلاص عند ما بين الان والتي. تمام. ذا كاتس ايز. طيب بيقول لي هنا جمله ولا علامه استفهام؟ نقطه. اه فول ستوب. اكسلنت. طيب الاخيره بيقول لي اي لايك ماي تيشر اوف انجلش مستر محمد. محمد. طيب اي نمشي واحده واحده. اي ومحمد و طب والانجلش؟ انجلش. الانجلش يزعل منكم كده. انجلش هو المواد الدراسيه. تمام. طيب ومستر هو عاملها و محمد يبقى الام، وهو في الاخر حاطط لي ايه؟ فول ستوب. انا هحط هنا ايه؟ فول ستوب. خلاص كده كان الدرس الاول معانا. تمام.